هذا اليوم الأول من أيام قبول الاعتراضات على النتائج الأولية التي تفضلت الهيئة العليا للمستقل للانتخابات بتاريخ البارحة 27 ديسمبر 2023 بإعلانها، وبالتالي قد وفرنا كامل الإطار البشري الذي يستعد لاستقبال الاعتراضات القانونية ومسحها ضوئيا وإرسالها لمصالح المركزية بالهيئة تسهيلا وتيسيرا لمهمة الطاعنين الذين هم اليوم خصومنا ونرحب بقدومهم. بالإعلان النتائج الأولية مرت عدد 61 دائرة انتخابية بالتصريح بنجاح من ترشح عليها، بقيت 7 دوائر مرت إلى الدور الثاني، مما يشار إليها أن النتائج كانت قريبة جدا جدا في بعض الدوائر الانتخابية، لا سيما 6 منها، حيث لم يكن الفارق بين المترشح الأول والثاني غير 4 نقاط، في 3 دوائر انتخابية الفارق صوت واحد، وبالتالي نتوقع أن يرفع المترشحون طعنهم للمحكمة الإدارية، ونحن مستعدون للامتثال لهذا الأمر القانوني والقضائي. هو أقل شدة في عدد الدوائر التي مررنا بها إلى الدور الثاني، وبالتالي كنا في مثلا في ولاية تطاوين أعددنا العدة ونظمنا الانتخابات في عدد 68 دائرة انتخابية، هذه المرة سننظم مبدئيا لا ندري ماذا يقول القاضي الإداري، سننظم الانتخابات فقط في 7 دوائر، بالتالي فالعدد أقل، لكن وتيرة ونسبة الإقبال قد تكون أرفع وأشد، باعتبار أنه الآن فعلا، وهذا ما أحسسناه من خاصة من بعد تصريح الهيئة العليا للمستقل للانتخابات بالنتائج الأولية، شعرنا بكون المواطن هنالك من لم يكن يقدر فعلا هذه الانتخابات، أصبح الآن يقدرها، والآن هنالك من يعض على أصابعه لماذا لم يترشح أو لماذا لم يناصر أحد المترشحين مثلا. وأتوقع في أنه في هذه 7 دوائر سيأتي تقريبا نسبة عالية من ناخبي تلك الدوائر الانتخابية للتصويت يوم يقرر هذا اليوم الثاني للدورة الثانية، إذا أتمت الإجراءات إلى أقصاها قد يكون في بداية شهر فيفري. أقولها يعني حقيقة لا زلفة، يعني وأكررها دائما، وأن لولا هذا الشريك الأصيل، هذا الشريك الأول اللي هو الإعلام، ما كان لنا أن نصل إلى ناخبينا، إلى حرفائنا من 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 من, من ناخبين في فترة التحيين والتسجيل، ومن مترشحين فترة الترشحات، ومن ناخبين فترة الدعوة إلى صناديق الاقتراع. الإعلام شريك أساسي، ولا يمكن، أنا شخصيا لا أتصور انتخابات تنظم دون هذا الشريك الأصيل وهذا الشريك الفاعل والكثيف كثيف التأثير. لمسنا ذلك في هذه المناسبة عندما تعاقدت الهيئة بشكل رسمي مع بعض المؤسسات مثل وكالة تونس في الأنباء تاب، لمسنا هذا الاهتمام الكبير وهذه الحرفية العالية من قبل الجميع، ولمسنا كم نحن وفرنا على أنفسنا جهدا كبيرا للتعريف بين أنشطتنا وللوصول إلى حرفائنا الأصلاء. مما يذكر على هامش الانتخابات المحلية وغيرها من الانتخابات، أريد أن أذكر وأن دور الهيئة التثقيفي يصل إلى مدى لا يرى، أريد أن أظهر شيئا غير مرئي ولكن بشكل ما كأنه مخفي، هكذا تساهم الهيئة في نشر ثقافة التقاضي، لا التقاتل والتنافس يعني غير الممنهج وغير المنظم. نريد مثلا من المترشحين الذين لم يفوزوا في هذا الدور الأول أن يطعنوا في عملنا أمام القاضي الإداري، نريد هذا العمل المدني، هذا التنافس المدني، لا أن يحتكم الناس إلى 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 أشياء أخرى. هذا يؤسس ويدعم ويعمق الثقافة المدنية في البلاد.